عليكم صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. رموش جواهر للتزيين النسائي، بتشوفون اليوم أسعار قوية جدا. وكم مدتها؟ مدتها أسبوع وخاصة لكم. طبعا دائما يوصلني والله طلبات كثير، ماجد نبغى أسعار خاصة جدا، أسعار المشاغل مختلفة وتكون عالية. أبشروا، رموش جواهر تقييمهم في جوجل ماب كم؟ 4.9. موقعهم في إشبيليا على قبل تقاطع طريق الشيخ الحسن بن حسين بن علي، الاسم موجود في جوجل ماب. أسبوع فقط، واسمعوا واحكموا بنفسكم بالأسعار، وادخلوا جوجل ماب وشوفوا الخدمات الممتازة جدا اللي يسوونها. الله يوفقنا وياكم. أسعار، تفاصيل، أصناف، شغلات، السنابات القادمة تشوفونها مدتها أسبوع. قالوا ماجد بنعطي متابعينك 10%. قلت لهم ما تكفي أبدا. قالوا طيب 20%. قلت أبدا ما تكفي. قالوا أجل، هل أسعار خاصة لمتابعينك ولمدة أسبوع. عندكم البديكير بكم؟ من 50 ريال إلى 19 ريال فقط. أيضا عندكم الشمع والفتلة من 50 ريال إلى 19 ريال. صبغة الحواجب كم؟ أيضا من 50 ريال لمدة أسبوع 19 ريال فقط. أيضا تركيب الأظافر 19 ريال. المكياج معروف برا 250 200، عندهم قبل العرض 150، قلنا ب 95 ريال. أيضا حمام المغربي ب 95 ريال. تنظيف البشرة عندهم قبل العرض 150، وشوفوا أسعار برا بكم؟ ب 95 ريال. هل أسعار لمدة أسبوع وفقط؟ عندهم في الفرع مباشرة. بلغهم أنكم من متابعين ماجد وخذوا هالأسعار. الموقع حي إشبيليا، شارع أنطاكيا، مع تقاطع شارع الشيخ الحسن بن حسين بن علي باتجاه الغرب. موقع واضح جدا، ما عرفت الموقع اكتبوا في جوجل ماب رموش جواهر، بيوصلكم هنا مباشرة. تقييم 4.9 في جوجل ماب، وهالأسعار شفتوها عدة خدمات. الخدمة ب 19 ريال لمدة أسبوع. أيضا المكياج 95، الحمام المغربي 95، أيضا تنظيف البشرة ب 95 ريال. الله يوفقنا وياكم. بمجرد ترفعون الشاشة، هذه الصفحة فيها أغلب أعمالهم، تقدرون ترفعون الشاشة وتضيفونهم. أيضا للاستفسارات، إذا عندكم استفسارات، بالإضافة للحجز. الله يوفقنا وياكم.